النهارده عرفنا ان النادي الاهلي يعني انهى علاقته التعاقديه مع جونيور اجايه بالتراضي، يعني بعد ماراثون طويل من الشد والجذب ومن المفاوضات وسيب ونسيب، انتهى ملف جونيور اجايه بالتراضي ما بينه وبين النادي الاهلي. خلينا نبدأ النهاردة الدردشة من عند الأستاذ أحمد السيد من النادي الأهلي، على كان نبقى بننوع، يوم نبدأ أهلي ويوم نبدأ زمالك ونتنوع. أستاذ أحمد السيد، سلام عليكم يا أستاذ أحمد. وعليكم السلام يا أستاذ عبد الناصر، ده من حسن حظي يعني. لا، إحنا اللي بيحكمنا الأخبار والتنوع في الـ أنا عارف. الـ الـ الأهلي النهاردة أنهى العلاقة بينه وبين جونيور أجاييه بالتراضي. دي حقيقة، دي حقيقة. وخليني يعني أحكي لك كده، معلش أستاذ عبد الناصر، سريعا. البداية كانت إن ده كان أول يعني طلب قدمه للنادي الأهلي بخصوص جونيور أجاييه، وكان عن طريق أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق، واتقال للاعب إن يعني بعد رجوع لموسيماني وبعد أكتر من جلسة مع موسيماني المدير الفني للفريق، يعني هو شايف إن في أكتر من بدايل، وإن اللاعب يعني مش من ضمن حساباته، وان هو دلوقتي تعاقد مع اكثر من لاعب في مركزه، وبالتالي يعني يخرج جونيور اجاييه من حسابات موسيماني. الموضوع لما اتعرض على جونيور اجاييه، ويعني طبعا زي ما حضرتك تعلم وقتها كان في اصابات متكرره لاجاييه واخرته كتير، ولكن في النهايه جونيور اجاييه طلب ان يعني الامور ما تبقاش باجراءات انهاء او انهاء التفاوض او انهاء التعاقد بالمنظر ده، ولو ان النادي الاهلي لو حضرتك تتذكر، وده اللي قلناه من حوالي يعني مده طويله، قلنا ان جونيور اجاييه كما يرغب ان وكيل اعماله هيقدر يجيب له بعض العروض، رغم ان متبقي في عقده سنه، ولكن في الاخر النادي الاهلي كان شايف ان خلاص يعني كده كده انت هتتحط في قائمه الانتظار، مش هيبقى فيه جديد. طيب ما ننهي التعاقد بالتراضي، وانت ليك مستحقات هتاخدها، ليك مكافآت هتاخدها مقابل برضه السنه المتبقيه في عقدك، هنشيل منها جزء يبقى فيه مقصه في المبلغ، وفي الاخر يتم انهاء التعاقد. يعني يمكن جونيور اجاييه ما كانش عاجبه الموضوع ده في البدايه، وكان شايف انه ممكن يضغط على النادي الاهلي. في النهايه العلاقه ما بين الاهلي وجونيور اجاييه علاقه محترمه بحكم تواجده في النادي الاهلي لسنوات، وده اللي كان مخلي النادي الاهلي مقدر ده، لحد ما كان في جلسه بالامس ما بين امير توفيق مدير التعاقدات والتسويق في النادي مع اللاعب مع وكيل اعماله، وتم الاتفاق بشكل نهائي خلاص. جونيور اجاييه ما لهاش حلول كافيه بالنسبه له حتى في العروض الاحترافيه، فقال لك انا هنهي العلاقه، اعمل مقاصه في الامور الماليه كلها، وفي الاخر يبقى انا عادي فري، اخد الاستماره بتاعتي واقدر اشوف اي نادي واتفاوض بشكل حر من يناير القادم يعني. وبالتالي تم الاعلان، او الامير توفيق عرض الامر على الكابتن محمود الخطيب اللي اتفق تماما في كل الامور، واكد على انهاء كافه الامور الاداريه والماليه مع اللاعب بدون اي مشكله تقديرا لقيمته وتواجده. وبالفعل على طول النادي الاهلي اعلن رسميا فسخ التعاقد مع اللاعب بشكل بالتراضي بالاحترام، لان زي ما انا بقول اللاعب يعني له تاريخ مع النادي الاهلي، واعتقد ده حاجه محترمه النادي الاهلي بيقدرها للاعب. يعني اذا خلاص نقدر نقول الخميس 16/12/2021 انتهت علاقة جونيور أجاييه مع النادي الأهلي بشكل نهائيا وبشكل رسمي بعد ما يقرب كام سنة من العطاء للفانلة الحمراء. يعني انت بتتكلم في اكتر من 5 سنين أجاييه يعني ساهم فيهم في عقد او في العديد من البطولات، وعصره الذهبي كان مع الكابتن حسام البدري. طبعا طبعا. لا وكمان انت لما بتتكلم يعني سيبك حتى من الفترات الاخيره زي عبد الناصر، انت فتره من الفترات كان افضل محترف عندك، كان في كل البطولات سواء افريقيا سواء دوري سواء بطولات دوري، تغييراته كان موجود بشكل اساسي محترم، حتى لما بيتم الدفع دي كان بيبقى موجود. فيعني هو الاهلي مقدر العلاقه دي، والاهلي مقدر القيمه دي، فعلشان كده الصفقه كانت كويسه، والنادي الاهلي كان بيحرص على، حتى دايما بامانه لما كنت اتكلم مع كابتن سيد عبد الحفيظ جونيور اجاييه، كان الراجل يقول لك احنا بنقدره جدا وهو لاعب محترم جدا، واحنا بنقدر ده وهو لاعب مقدرنا جدا، فكل الامور دي كانت بتتاخد في الاعتبار بمنتهى الامانه، علشان برضه يبقى الموضوع تمام. مش مساله انهاء تعاقد وخلاص يعني.